عاوز اشوف مدام ياسمين. انا اسف مدام ياسمين ما تقدر تشوفها. هو ايه اللي انا اسف؟ هي اللي طلباني على فكره. ممكن تهدي؟ انا جاي لك في الطريق. ما تحرك من محلك تشوف بعدك ما شفت شيء. ياسمين ياسمين بطلي تنام. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عشان خاطري. ياسمين انا جايلك في طريق. اوامر من مسيا جو ممنوع حدا يشوفها. اوامر ده ايه؟ وانا جاي اشحت منك؟ انا المؤلف بتاع الفيلم بتاعها وهي عايزاني في شغل ما بيننا. ولا ما اعرف شو بدي اقول لك. انت ما تقولش حاجه اصلا. انت تاخد بعضك كده وتطلع تقول لها حسام سلامه تحت. لحظه ايوه مسيو. ياسمين اطلع اوضه الست ياسمين. اكسر الباب عليها. اعمل اللي بقولك عليه. حاضر. انس ايه ده؟ في ايه يا عم انت يا ابويا؟ حد قول لي بس في ايه؟ مسيو جو خبرني اسم الباب بتفتح مدام ياسمين. كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ فينا نحكي شوي جوا؟ اكيد تفضلي. انا تاخرت وصار لازم امشي. خليك شوي كل شيء بيتاجل. لا لا عندي شغل ضروري بالمكتب وعندي موعد مع المحامي كمان. بس بعد ما خلصت الخبريه. مين اللي قال هيك؟ انت حكيت بس اللي بدك تحكيه. فوا انت مستمعة جيدة جدا لانه نادرا ما الواحد يلاقي مرة بتحب تسمع اكثر ما بتحب تحكي. بدي اسمع كملت القصة. خلص نحكي. انت اللي رح تحكي. اوكي. اكبر غلط بتعمله المرة هو الالحاح لانه هيدا الشيء بيخنق الرجال. فما رح لحالي ولا رح اقول لك امتى رح ارجع اشوفك ولا رح اسالك اذا رح تيجي تسهر معي اليوم. بس بدي اقول لك انه اذا على بالك تشوفني بتعرف وين. حاضر سيدتي. انا ناقص جنانك يا بنت المجنونه. احنا فاضيين للكلام ده. ياسمين ياسمين فوق. ياسمين ياسمين اطلب الاسعار. استنى بس شوي. لا في نبض الحمد لله. ياسمين ياسمين هي فاقت اهي الحمد لله. ياسمين انت كويسه؟ ياسمين ما تتركني يا حوزة. ما تتركني. حاضر حاضر. انتوا اطلعوا لبرا اطلعوا لبرا. رجع بفضل الدكتور. أنا منيح. ما بدي اطلعوا لبرا. ما بدي اشوف حدا. طب اهدي بس بقول لك سيبوها بس دلوقتي شويه تهدى. تعالوا خليكم واقفين على الباب وسيبوا الباب مفتوح لو سمحتوا. يلا يلا. ياسمين في ايه يا ياسمين؟ ما تعملش هيك يا حسام. طلعنا من الفيلا طلعنا من البيت قبل ما يجي الجوع. ما بقي لي حدا ما بقي لي حدا. ساعدني بليز بليز. الو انت ما بتردش ليه؟ ايه اللي بيحصل عندك؟ ايه؟ حسام عندها في الاوضه؟ غيري هدومك وانا مستنيكي تحت. رح تقدمي طلب اجازه وانا مستعده ادفع لك دوبل.
كل العالم يلي بتشوفي ممكن يساعدوك بهيدي المهمة أنا مستعدة أدفع لهم. وهلأ بقيتي ليلي قد المبلغ اللي بدك إياه. ميرا، الموضوع ما بده تفكير. هيدي الفرصة ما بتجيكي غير مرة واحدة. نصيحة مني؟ اوعى تضيعيها من إيدك. طيب وين العنوان؟ هلأ اليوم بيوصلك مساج بالعنوان. إمتى الموعد؟ بكرة. ها بنت المجنونة، بتقص شعرك؟ ده انت احسن حاجة فيكي شعرك. ماشي.